بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم. النهاردة هنتكلم عن إزاي نرسم مستطيل بعدة أوامر مختلفة. لو أنا حبيت أرسم مستطيل زي ما احنا عارفين، باجي من قائمة درو وأجي من هنا بختار الأيقون ده أو أكتب ريكتانجل اختصار للمستطيل، بضغط إنتر. بيسألني عن نقطة البداية، طبعا بحدد نقطة البداية وبعدين بحرك الماوس في اي اتجاه عشان اكتب ابعاد المستطيل بتاعي. طبعا ناخد في اعتباراتنا ان الاتجاه ده اتجاه واي موجب، ده اتجاه موجب بتاع اكس. انا كده يعتبر ماشي الاكس سالب ونازل تحت بالواي سالب، وبكتب طول المستطيل وليكن 20 متر. ادوس اضغط تاب وبعدين اكتب 10 اللي هو الارتفاع، اكون كده رسمت المستطيل بتاعي. طيب هل يا ترى انا، طبعا ده مستطيل بسيط خالص، انا لو انا حبيت اعمل مستطيل يكون فيه كيرف بالشكل ده، او حبيت ارسم المستطيل مباشرة بحيث يكون معمول فيه تشامفر بالطريقة دي، او لو حبيت اعمل فيلت ومعاه ويتس ادي ويتس للمستطيل بتاعي، او اعمل المستطيل بتاعي تشامفر وبرضه معاه في نفس الوقت اكون اعمل له ويتس، هل يا ترى لازم اعمل المستطيل الاول وبعد ما ارسم المستطيل اقعد اعمل له فيلت او اعمل له تشامفر او اعمل له ويتس، او لو حبيت اعمل روتيت المستطيلات بتاعتي تترسم بزاويه معينه، مش هعمل الكلام ده كله مرتين، هي مره واحده بس وانا بنفذ المستطيل. نشوف نعمل الكلام ده ازاي. حوله ريكتانجل بعدين ادوس انتر. اول ما دوست انتر نخلي بالنا هنا كاتب لي في حاجه اسمها تشامفر، وكاتب لي في حاجه اسمها فيلت، وكاتب لي حاجه اسمها ويتس. هنضغط تشامفر كده، هيسألني مسافة الشنفر في الضلع الأولاني حوله وليكن 3 متر، الضلع الثاني وليكن 3 متر عشان يعمل لي شنفر بزاوية 45 درجة، وبعدين بحدد بداية المستطيل ونهاية المستطيل زي ما احنا شايفين عمل لي فيه شنفر زي ما أنا عايز. طيب حول التانجل تاني، عايز أعمل له فيلت بدل الشنفر، يبقى هاجي للفيلت، هيسألني الفيلت بيقول لي الريكتانجل بتاعي اعمل له فيلت بالريديوس 3 متر، عشان انا اخر مره كنت عامل الشامفر كان 3 متر، هقول له لا خليه للفيلت 5 ودوس انتر وارسم المستطيل بتاعي برضه بنفس الطريقه، اترسم لي مباشره مرسوم فيه فيلت. طيب انا عايز اعمل المستطيل بتاعي يكون معمول فيه شامفر او فيلت بس يكون المستطيل ليه ويتس، يبقى هدوس تاني ريكتانجل اضغط على الويتس، اجي على كلمه الويتس دي اضغط عليها، هيقول لي الويتس كام؟ هقول له 2 وادوس انتر، هاجي ارسم كده. طبعا انا اخر مره كنت عامل فيلت فهيعمل لي فيلت ومديله ويتس. طب عايز اعمل تشامفر ومعاه ويتس، يبقى اقول له ريكتانجل واقوم جاي اضغط بقى هنا على التشامفر واقول له التشامفر بتاعي خليه لي 5 في 5، ماشي اوكي، ادي الفيرست لاين 5 والسكند لاين 5، واجي ارسم المستطيل بتاعي هيترسم ايه؟ معمول له تشامفر وفي نفس الوقت معمول له ويتس. طيب لو انا جيت بعد كده حوله ريكتانجل، هرجع الاعدادات بتاعتي، هرجع للشنفر هقول له 0 و0، هقول له الويتس بتاعي هخليه 0 اوكي، هضغط ادي نقطه البدايه. قبل ما اديله كليك للنقطه النهايه الثانيه هبص هنا تحت هلاقي مديني ثلاثه اوبشن مختلفين، الاريا والدايمنشن والروتيشن. الاريا لو انا عايز ارسم مستطيل مساحته معلومه، الدايمنشن عايز ارسم مستطيل بابعاد مباشره بدل ما ادي احداثيات، والروتيشن لو انا عايز ارسم المستطيل بيكون بزوايا معينه. هقول له اريا، بيقول لي الاريا بتاعت المستطيل كام؟ طبعا الاريا لو انا كاتب رقم صحيح 30 40 50 سهل ان انا احسبها، لا انا عايز احسب اكتب مساحه تكون معقده شويه، هقول له مثلا 65 ومش عارف 562 من 1000 واقول له انتر. فبيقول لي ايه بقى؟ طيب انت عايز تعمل المساحه بتاعتك دي هتديني اللينس ولا هتديني الويتس؟ انا لازم اديله بعد واحد وهو هيحسب لي البعد التاني. هقول له هديك اللينس، فبيسالني اللينس كام؟ هقول له 15، ادوس انتر، اوتوماتيك راح جاي حاسب لي الايه؟ الويتس بتاعي، لما اديت له 15 قسم الاريا على اللينس راح جاي مديني الويتس مباشره. طيب هقول ريكتانجل تاني، ادي نقطه البدايه، هاجي هنا ادوس على الدايمنشن، عايز ارسم مستطيل 20 في 10، هدوس على الدايمنشن، بيقول لي اللينس كام؟ هقول له اللينس 20، طب الويتس كام؟ هقول له 10، هلاقيه جاي راسم لي على طول ال 20 في 10 بتاعت المستطيل بتاعي قد ايه؟ طيب اخر حاجه ريكتانجل تاني، ادي نقطه البدايه، باجي بدوس بقى قبل ما برضه قبل ما ادوس او اضغط نقطه النهايه، جاب لي الروتيشن، ادوس على الروتيشن، بيقول لي انت عايز ترسم بزاويه كام؟ هقول له بزاويه 30 درجه.
كده مثلا. بصوا هلاقي راح جاي راسم لي كل ما يرسم مستطيل هلاقيه بيترسم لي مايل بزاويه 30 درجه مباشره. طبعا انا ممكن اعمل كومباينيشن بين ده وبين ده، بمعنى هقول له ريكتانجل ماشي، هقول له الاول تشامفر، هقول له اعمل لي تشامفر 5 و5، وهقول له اعمل لي ويتس 3، وبعد كده هضغط النقطة البداية. بصوا راح جاي عامل لي تشامفر ومايل وفيه كل حاجة. نلخص الكلام ده كله ازاي؟ كله ملخصه الكلام ده كله ملخصه اقول، وانا لو انا عندي المستطيل بالشكل دوت كده، المستطيل ده ليه نقطة بداية وليه نقطة نهاية. يبقى انا لو انا عندي شكل بالشكل ده كده، الخص الكلام ده كله ازاي؟ انا عندي المستطيل اهو ليه نقطة بداية وليه نقطة نهاية. اول ما بعمل الامر بتاع الريكتانجل هيطلع لي اول حاجه نقطه البدايه، قبل ما ادوس نقطه البدايه اقدر احدد الشامفر والفيلت والويتس. بعد ما احددهم حددت نقطه البدايه، اجي الناحيه دي قبل ما اضغط على نقطه النهايه اقوم جاي ممكن احدد الاريا والدايمنشن والروتيشن. ادعو الله ان يكون الفيديو ده واضح بالنسبه لكم. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.